النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت، مساء الخير. أهلا بكم. ترقب المحافل السياسية ودبلوماسية التطورات الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي وما سيحدثه من تغييرات في الشرق الأوسط، في وقت يتسارع الكلام الروسي المشجع على قيام سوريا اتحادية، وأيضا في وقت تتعالى فيه أصوات التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان والجوار. ووسط كل ذلك يأتي تأكيد الرئيس نبيه بري على أهمية وضرورة التحصين اللبناني. وفي سياق تفعيل ما يمكن من إيجابيات، حدد الرئيس بري 3 أيام الأسبوع المقبل لجلسة لدرس وإقرار الموازنة العامة لهذا العام، وفي ذلك انسجام مع التطبيقات لسلسلة الرتب والرواتب ولقانون الضرائب. وفي شأن آخر، يشدد وزير الداخلية على أن الانتخابات النيابية في موعدها، إلا أنه يشير إلى ضرورة تعديل ما يتعلق بمكان السكن للمقترع في غياب البطاقة البيومترية. وغدا ينعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي حول جدول أعمال يتضمن فيما يتضمنه من بنود إقرار تكاليف الانتخابات جريا على العادة. وثمة من يتوقع أن يصدر مجلس الوزراء تعيينات تتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي. وعودة إلى كلام الرئيس بري الذي تميز في لقاء الأربعاء النيابي ببعده الخارجي. قبل ذلك نشير إلى أن منظمة الشباب التقدمي قررت الانسحاب من خوض الانتخابات الطلابية لهذا العام في كل الجامعات بسبب انحراف الانتخابات عن أهدافها ومبادئ الديمقراطية. والآن نبقى مع لقاء الأربعاء النيابي ومواقف الرئيس نبيه بري. موضوع الموازنة والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية وما يحضر للمنطقة غلبا في لقاء الأربعاء الذي انعقد في عين التين برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شدد خلاله أن أهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين، وأن كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم بل العامل الأساسي لتحصين لبنان. بهذا الإطار وضع الرئيس بري اللقاء الثلاثي الذي جمعه الرئيس سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط. أما في شأن الموازنة فأكدت مصادر عين التيني أنها ستقر الأسبوع المقبل، خصوصا أن الرئيس بري كان وجه دعوة قبل لقاء الأربعاء إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2017، وذلك في 17، 18، و19 من تشرين الأول. وبعد اللقاء أوضح النائب علي بزي أن الموازنة والسلسلة تسيران على السكة الصحيحة. وفيما خص اللقاء الثلاثي المذكور، أكد بزي أنه جاء من أجل لم الشمل وليس موجها ضد أي فريق، مشيرا إلى أن موضوع العقوبات الأمريكية ضد حزب الله يطال كل المجتمع اللبناني وليس فئة واحدة منه. دولة الرئيس نبيه بري حريص جدا على لم الشمل وعلى تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية، وبيعتبر أنه أفضل رد على كل التحديات والتداعيات والتهديدات اللي عم بتصير هي تدعيم الجبهة الداخلية، إن كان على مستوى وحدة وطنية وإن كان على مستوى لم شمل القيادات والمرجعيات السياسية في البلد. وهذا مش موجه ضد حدا، هذا بس لمصلحة الاستقرار ومصلحة السيادة الوطنية وللمصلحة الوطنية اللبنانية هو مفتوح. النائب قاسم هاشم بدوره كرر أن الخطوات التي يقوم بها الرئيس بري تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين. لقاء الأربعاء تبعه أيضا زيارة خاطفة ومفاجئة لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى عين التيني، تصب في إطار البحث في قانون الانتخابات. شو الأشياء اللي لازم تنعمل لتأكيد حصول الانتخابات بموعدها؟ دولة الرئيس منفتح وجاهز كل مناقشة حولها. هو موجود نص بالقانون يسمح باستعمال الهوية أو جواز السفر، هي البند المتعلق البند المتعلق بالانتخاب بمكان السكن هو اللي بحاجة لتعديل إذا ما في هوية بيومتية. رح يتعدل؟ هذا بده اتفاق بين القوى السياسية، يعني هذا مش قرار من الداخلية فقط. وفي عين التيني وفد بلدية بعلبك برئاسة رئيس البلدية العميد حسين اللئيس، وقد تم البحث في شؤون إنمائية وأمنية. رئيس الجمهورية تابع التحضيرات لإقرار مشروع قانون الموازنة. شهد قصر بعبدة لقاءات وزارية وسياسية ودبلوماسية
إضافة إلى متابعة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للأوضاع الداخلية والأجواء السياسية والتحضير لمرحلة ما بعد إقرار مجلس النواب للقوانين المالية والضرائبية، خصوصا لجهة درس مشروع قانون الموازنة وإقراره. الرئيس عون التقى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، الذي أوضح بعد اللقاء أنه شدد على أهمية استمرار المناخ الوفاقي واستكمال بناء مشروع الدولة، لأن العهد الحالي يشكل فرصة ثمينة لبناء الدولة وإنتاج إدارات كفوءة ونزيهة قادرة على مواجهة الفساد من خلال المؤسسات التي تعمل فيها. وثمن إرادة الرئيس عون في هذا المجال، معربا في الوقت نفسه عن خشيته من أن تصطدم هذه الإرادة بعراقيل قد تفوت الفرصة على اللبنانيين لبناء دولتهم في هذا العهد. وأثنى الوزير قانصو على دور رئيس الجمهورية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإعادة تأمين مداخيلها، وفي موضوع إقرار الموازنة وعودة الانتظام إلى الحياة الاقتصادية والمالية. رئيس الجمهورية التقى سفير المكسيك في لبنان خايمي غارسيا أمارال في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في لبنان. وتقديرا لعطاءاته، منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. رئيس الجمهورية التقى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين مرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، الذي أوضح أنه هنأ رئيس الجمهورية على الإنجاز الذي حققه الجيش في تحرير جرود القاع وراس بعلبك من تنظيم داعش الإرهابي، كما بحث معه في موضوع النازحين السوريين في لبنان. وقال إن كلمة الرئيس عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشكل خريطة طريق لعمل الحكم في المرحلة المقبلة، خصوصا في موضوع النازحين، وذلك لمواجهة استعمال الخارج لهؤلاء النازحين كأدوات في مخطط تقسيم لبنان. ودعا حمدان إلى عدم إبقاء مطلوبين للعدالة في أي بقعة من لبنان، ولا سيما منها في مخيم عين الحلوي. الرئيس عون التقى رئيس المركز الوطني في الشمال السيد كمال الخير، الذي عرض حاجات منطقة المنيا في الشمال، خصوصا لجهة الاهتمام بالطريق الدولية التي تربط لبنان بسوريا والمعروفة بوصلة دير عمار العبدي، مع تكليف مجلس الإنماء والإعمار الاهتمام بها وتأمين السلامة المرورية عليها. وفي قصر عبد المونسنيور كميل مبارك وعميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكم البروفيسور روك أنطون مهنا، الذي يرأس فرع لبنان في الرابطة العالمية للاقتصاد، وقد تم التداول في عدد من المواضيع. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تسلم كأس أندية آسيا لكرة السلة، مؤكدا أن إنجازات الفرق الرياضية تزيد من حضور لبنان في العالم. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن الإنجازات التي تحققها الفرق الرياضية اللبنانية في البطولات العالمية والإقليمية تزيد من حضور لبنان في العالم، وتؤكد على القدرات الرياضية والفنية التي يتمتع بها اللاعبون اللبنانيون في مختلف الألعاب الرياضية. كلام الرئيس عون ورد في خلال استقباله رئيس النادي الرياضي المهندس هشام جارودي على رأس وفد من الإداريين واللاعبين في النادي، الذين قدموا لرئيس الجمهورية كأس بطولة الأندية الأسيوية لكرة السلة التي نظمت في الصين نهاية الشهر الماضي، والتي حل فيها الفريق اللبناني في المرتبة الأولى. المهندس جارودي أشاد بالجهود التي يبذلها الرئيس عون للمحافظة على وحدة لبنان واللبنانيين، وأكد أن الجسم الرياضي اللبناني يقدر لرئيس الجمهورية متابعته الدائمة لكل ما يعزز الرياضة والرياضيين ويتجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم. الرئيس عون هنأ النادي الرياضي بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى البطولات الكثيرة التي فاز بها سابقاً، منوها بهذه الكفاءات والمستويات العالية في خلال المباريات أمام فرق رياضية كبيرة من مختلف دول العالم. رئيس الجمهورية شدد على أهمية الاستمرار في توفير فرص للاعبين اللبنانيين الشباب كي يستمروا في اندفاعهم، وكي تشهد لعبة كرة السلة من خلالهم مزيدا من التطور، خصوصا أن جمهورها يتزايد يوما بعد يوم. الرئيس عون أشاد بالجهود التي تبذلها إدارة النادي الرياضي لتعزيز فريقها وكذلك الأندية اللبنانية الأخرى، ما رفع من مستوى اللعبة وعزز حضور لبنان فيها. وفي بيت الوسط، التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس النادي الرياضي هشام جارودي على رأس وفد الهيئة الإدارية واللاعبين لمناسبة الفوز بكأس بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة في الصين نهاية أيلول الماضي. وقد هنأ الرئيس الحريري أبطال الرياضي على هذا الإنجاز، وقال رفعتم اسم لبنان عاليا، والحمد لله أنكم فزتم وعدتم بهذا إلى لبنان بهذا الإنجاز العظيم،
وأنا سأبقى كما كان والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تواصل دائم معكم وداعما لكم. الرئيس الحريري اجتمع إلى سفير المكسيك الذي زاره مودعا، كما التقى الرئيس الحريري وفدا من مؤسسة يدنا برئاسة السيدة وفاء سليمان التي وجهت إليه دعوة لحضور حفل العشاء الذي تقيمه المؤسسة في 3 من تشرين الثاني. مسألة النزوح السوري حضرت في لقاءات الوزير جبران باسيل في هنغاريا قائلا: فتحنا بيوتنا وقلوبنا إلى أن أصبح بلدنا مستباحا. التفاصيل في رسالة مفادتنا إلى هناك ندى صليبة. موضوعان أساسيان تتشارك بهما هنغاريا مع لبنان: حماية الأقليات ونزوح السوري، ولكن بفارق أنه بقدر ما تشددت هنغاريا لمواجهة هذا النزوح بقدر ما تساهل لبنان حتى استباحت أرضه. بهذا الكلام توجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى أبناء الجالية اللبنانية الذين التقاهم في دارة السفير اللبناني في بودابست. في موضوع حماية الأقليات، كشف باسيل عن مساهمة هنغاريا ب1.5 مليون يورو لترميم الكنائس لدينا. أما في موضوع النزوح فلفت إلى إصرار هنغاريا على سياستها المتشددة، وقد استطاعت أن تتجنب ما لم تتجنبه دول أوروبية أخرى زلزلها مليون نازح. هنغاريا واحدة من الدول يلي يعني فاتت إلى حد الدعاوى القضائية مع الاتحاد الأوروبي حول سياسات النزوح يلي عم تعتمدها، والمجتمع الهنغاري بأغلبيته بآخر استفتاء يمكن 98% كانوا ضد النزوح الغير شرعي. نحن أثبتنا أن أكثر بلد مضياف في العالم، كسرنا كل المعايير الدولية والإنسانية وتفوقنا مش على نفسنا، تفوقنا على كل القوانين الإنسانية وعلى أعظم الدول بالعالم وعلى كل الدول الأوروبية. أكيد لا نقارن مع هنغاريا لأنه هنغاريا تشددت، بقدر ما هنغاريا تشددت بقدر ما لبنان فتح كل شيء، فتحنا بيوتنا، فتحنا قلوبنا، فتحنا كل شيء ببلدنا لاستباح، وصاروا حتى العناصر المخلة بالأمن ومخلة بالقوانين اللبنانية ما عم نتعامل معها بالحزم اللازم تنحفظ بلدنا. باسيل لفت إلى الخلل التجاري بين لبنان وهنغاريا، حيث أظهر واقع التبادل في السنوات الثلاث الأخيرة أن قيمة الواردات الهنغارية بلغت أكثر من 70 مليون دولار مقابل 0.5 مليون دولار قيمة الصادرات اللبنانية. من هنا أكد باسيل السعي لفتح أسواق جديدة معولا على محادثاته مع نظيره المجري، إضافة إلى علاقات رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار الجيدة مع المسؤولين المجريين. ملف النزوح بحثه الوزير باسيل مع نظيره المجري بيتر سيارتو، وتطرق البحث إلى كيفية مساعدة هنغاريا للبنان لإعادة النازحين من خلال المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي. رئيس الحكومة فيكتور أوربان يخص الوزير باسيل بلقاء في البرلمان قبل أيول ما بعدها على شرفه. وكان استهل باسيل زيارته بودابست من المتحف الوطني، حيث اطلع على معرض صور عن المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط، كما أجرى سلسلة محادثات في غرف التجارة والصناعة والاقتصاد ركزت على سبل فتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني. تعتبر الجالية اللبنانية في هنغاريا من أصغر الجاليات اللبنانية في العالم، لكنها حملت أول برلماني من أصل لبناني إلى برلمانات أوروبا. هي منخرطة في المجتمع وفاعلة في كل الميادين، ولها من الدولة اللبنانية مطلبان: تسيير خط نقل مباشر بين بيروت وبودابست، والضغط على الحكومة الهنغارية لإزالة الصعوبات أمام تأمين تأشيرات للبنانيين. من بودابست، إلي بدر، ندى صليبة شويري، تلفزيون لبنان. ورشة عمل حول ملف النازحين. ورياشي يدعو الإعلام إلى الالتزام بالموضوعية بما يوقف التشنج بين المقيم والنازح. برعاية وزير الإعلام ملحم رياشي افتتحت ورشة عمل عن كيفية تغطية قضايا اللاجئين من قبل الإعلام اللبناني، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. الوزير الرياشي أكد ضرورة زرع الإيجابية عبر الإعلام، لافتا إلى ضرورة اتباع الإعلامي الاحتراف واتباع المنطق الإيجابي للحد من التشنج بين النازح السوري والمواطن اللبناني وتسويق الأمور على حقيقتها. أكيد بدهم يرجعوا على بلدهم، وأكيد بدنا يرجعوا على بلدهم، بس مش معناتها بعد 7 سنين من إقامتهم بلبنان وعودتهم على بلدهم نتقاتل نحن وياهم تيرجعوا على بلدهم. معناتها أنه لازم يصير في مساحات
مثل ما في مساحات جغرافية لتخفيف التشنج عم تنشأ بسوريا، يكون في مساحات إعلامية، مساحات إنسانية لتخفيف التشنج عم تنشأ بلبنان. ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميري جيرار تحدثت عن أهمية دور الإعلام وتاريخه الذي يعتمد على المصداقية، متمنية أن يتعزز هذا الدور في وسائل الإعلام اللبناني، وأكدت أن هناك أعباء اقتصادية اجتماعية على لبنان، لكن هذا لا يعني أنه السبب الرئيسي الوحيد هو النازح السوري، بل أزمة سوريا التي أثرت على لبنان واقتصاده. بدورها أكدت الممثلة الإعلامية للمفوضية ليزا أبو خالد على ضرورة اتباع المصداقية بنقل واقع النازح السوري والتحقق من الوقائع عبر وزارة الإعلام والمفوضية. كان عم بيصير كتير اتهامات عم بتروح صوب وجود اللاجئين بلبنان، انه هن اللي شكلوا كل هالاعباء على الاقتصاد اللبناني او على المجتمع اللبناني، ولكن وضحت مسؤولة المفوضية انه الحرب بسوريا كمان اثرت كتير على الاقتصاد بلبنان، الاقتصاد اللبناني وعلى التجارة اللبنانية، واكيد هيدا الشيء اثر على المجتمع اللبناني ككل. ولكن الاهمية اليوم هي انه نركز على الوقائع، ما يصير في دائما اتهامات صوب اللاجئين، لانه عم بصير في تحريض بالاعلام وعلى السوشيال ميديا. أحييكم من جديد. السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد جرت على المرجعات السياسية، فزارت دار الفتوى والتقت مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، الذي أكد بعد اللقاء أن اللبنانيين حريصون على تعزيز وحدتهم لضمان الاستقرار في بلدهم لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله، والذي تجلى بانتصار الجيش اللبناني في التصدي للمجموعات المسلحة على حدوده في جرود عرسال، مشيرا إلى أن لبنان لا يقوم إلا على التوافق والتفاهم لضمان الاستقرار والأمن والأمان، وأن أي اهتزاز بهذا التوافق هو بداية مشروع فتنة نحن بغنى عنها. وأشار إلى أن إسرائيل هي عدو للبنان ومحتلة لفلسطين، وتقوم بخرق أجواء لبنان والتعدي على حدوده، ولا تلتزم القرارات الدولية. ولاحقا زارت السفيرة ريتشارد رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي أكد أن المسلمين الشيعة دعاة سلام ومحبة وتعاون، ويسيرون في نهج الاعتدال والاستقامة، ولا يعتدون على أحد ويرفضون الاعتداء عليهم، وهم يتصدون للإرهاب بشقيه التكفيري والصهيوني. وطالب الشيخ قبلان الإدارة الأمريكية بالإنصاف والمساواة في تعاطيها مع الشعوب المظلومة. ونشاطات عدد من الوزراء في هذا الشريط. افتتح قسم الرعاية الصحية للطوارئ في مركز وزارة الصحة عند قاعة الوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العام غسان حسباني، الذي شدد على أهمية هذه الخطوة لافتا إلى تجهيز القسم بالمعدات المتطورة. في إطار المخطط التوجيهي لشركة طيران الشرق الأوسط وانطلاقا من اهتمامها بالبيئة، وضع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس حجر الأساس لمبنى الإدارة العامة الأخضر بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت. الوزير فنيانوس أكد أن الشركة تبقى رمزا للإصلاح، من جهته عرب الحوت عن فخره بهذا النجاح. وزير الصحة حسين الحاج حسن رعى حفلة تخريج متدربي الصناعات الخشبية في طرابلس، مشددا على تقديم الكثير من التسهيلات، فيما أكد وزير العمل محمد كبارة الحرص على تنظيم العمالة المنافسة. عقد وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي سلسلة اجتماعات ولقاءات في اليوم الأول من زيارته العاصمة الأمريكية، بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية، ومن ثم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشددا على أهمية تعزيز استقرار لبنان وعدم انجراره إلى السياسة المحاور.
السيدة رندا بري راعت حفلة توزيع جوائز مسابقة منشر صور، مشددة على أهمية الصورة في لفت نظر المسؤولين للإيفاء بالتزاماتهم البديهية بإنشاء بنك لتسليف المزارعين. برعاية وحضور السيدة رندا عاصي بري، وزعت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي الجوائز على الفائزين بمسابقتها للتصوير الفوتوغرافي منشر صور. وأثرت السيدة بري في كلمتها عدم وجود أي ضمانات صحية أو علاجية للمزارعين، مجددة المطالبة بإنشاء بنك لتسليف المزارعين، ورأت أن الأسعار المعتمدة في شراء التبغ من المزارعين لا تزال متدنية نسبة إلى غلاء المعيشة. وأكدت بري أن المعرض يشكل مساحة يختلط فيها البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أقول دائما وأكرر عن دولة الرئيس نبيه بري في إحدى المناسبات لأعود إلى مؤسسة الرجي، وأنا هنا لا أتكلم فقط عن شتلة التبغ، أتكلم عن مؤسسة قائمة كدولة بحد ذاتها برعاية رسمية. هي مؤسسة رسمية، لكن قيادة هذه المؤسسة والعاملين بها على دين واحد اسمه الوطن، اسمه العامل، اسمه الأرض، اسمه التربة المقدسة لهذا البلد. أن نعمل في بلدنا بشتلة التبغ أفضل من أن نتسكع في أي مكان آخر دون مردود أحياناً وعودة فاشلة أحياناً أخرى. مدير عام الرجي نصيف صقلاوي من جهته أوضح أن المسابقة تهدف إلى دعم الطاقات الشابة والموهوبة وإلى توثيق هذا الإرث الحضاري، مؤكداً أن الرجي تؤمن بالفن الواعي والملتزم وبتطوير قدرات الشباب فكرياً وفنياً. والمزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط. قائد الجيش العماد يوسف عوني التقى وفدا من كتلة نواب زحلة وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل رئيس الجامعة الأمريكية ثم رئيس جامعة الويزي، وجرى تداول في مجالات التعاون بين الجيش والجامعتين، والتقى رجل الأعمال جورج أبو جودي. ترأس رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك ممثلا قائد الجيش العماد يوسف عون احتفال تسليم وتسلم قيادة الكلية بين العميد فادي غريب مسلما والعميد الركن جورج الحايك متسلما بحضور عدد من كبار ضباط القيادة. وقد نوه رئيس الأركان بالجهود المميزة التي بذلها العميد غريب لتطوير أداء الكلية، كما هنأ العميد الركن الحايك على تسلمه منصبه الجديد. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تفقد كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس صيدا، كما زار بلدة المية ومية. الحريري رأى أن قانون الانتخاب سيتغير مع التعديلات التي تجعل كل واحد يشعر بوجوده. أطلقت في بيت المحامي حملة مش قبل 18 من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني التي تهدف إلى إقرار قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر. وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة كلودين عون روكز إلى أن الهيئة ستتعاون بالتفاهم مع وزير الدولة لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني على متابعة الحوار مع رجال الدين للسعي لإقناعهم باعتماد سن موحد للزواج هو 18 عاما للرجل والمرأة على حد سواء. اعتصم عدد من المخلصين الجمركيين والتجار وأصحاب البضائع أمام مرفأ طرابلس احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للجمارك بنقل جميع الإرساليات الواردة من تركيا إلى مرفأ بيروت، ما يعني ضرب مرفأ طرابلس. أنا بالسابق مصباح الأحد بحي المبادرة الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة لإنعاش الاقتصاد، داعيا إلى جعل طرابلس فعلا مدينة اقتصادية بعيدا من سياسة التفكير والتجويع. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعا طارئا وتلوح ببدء آلية تعليق نظام الحكم الذاتي في كاتالونيا، وذلك بعد أحجام زعيم الإقليم عن إعلان الاستقلال الرسمي إفساحا في المجال لمحادثات مع العاصمة مدريد.
وضع إقليم كتالونيا غير المحدد دفع بالحكومة الإسبانية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث خطوات الرد على إعلان زعيم الإقليم كارلوس بيغدمان الانفصال عن إسبانيا على الرغم من تعليقه مؤقتا إفساحا في المجال للحوار بين الطرفين. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أعلن الاقتراب من المادة 155 من الدستور الإسباني والتي تسمح ببدء آلية تعليق نظام الحكم الذاتي في كتالونيا. وقال راخوي بعد اجتماع الحكومة سنبدأ المحادثات مع مسؤولي كتالونيا بسؤال لهم عما إذا كانوا أعلنوا الاستقلال أم لا. وكان كارلوس بيغدمان أحجم عن إعلان الاستقلال رسميا عن إسبانيا الثلاثاء داعيا إلى الحوار مع مدريد، وفي كلمة أمام برلمان كاتالونيا أصدر خلالها إعلانا رمزيا يؤكد تفويضا ببدء عملية الانفصال، لكنه علق فورا أي إجراءات رسمية لتحقيقه ما أحبط المئات من أنصاره الذين احتشدوا في برشلونة. في المقابل جاء الموقف الكتالوني ليظهر ارتياحا في أسواق المال الأوروبية، فارتفع اليورو خصوصا وأن إسبانيا تعتبر رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. على صعيد آخر اقتحم مؤيدون الاستقلال كاتالونيا سفارة إسبانيا في أثينا، لكن الشرطة اليونانية سارعت إلى إلقاء القبض على المجموعة التي ألقت منشورات مؤيدة للاستقلال. فجر ثلاثة مهاجمين أنفسهم قرب مقر الشرطة في وسط دمشق في ثاني هجوم من نوعه يستهدف العاصمة هذا الشهر. وزارة الداخلية السورية أوضحت أن الانفجارات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، ومتفرقات دولية في هذا الشيط. كان لنائب الرئيس الأمريكي مايك سبانس وجهة نظر مختلفة تتعلق في المستقبل أثناء جولته في ميناء موهاب الجوي والفضاء في كاليفورنيا للقيام بجولة في مركز الاختبار لرحلات الفضاء التجارية. وقد تعهد سبانس أن الحكومة الأمريكية ستتعاون مع نازا لإيصال الناس إلى المريخ. قام رواد الفضاء مارك فاندي هاي وراندي براسنيك التابعان لوكالة ناسا بمشي في الفضاء خارج المحطة الدولية للعمل على صيانة البؤرة الاستيطانية المدارية، وحول الفريق بدلاتهم الفضائية إلى طاقة شحن لبدء مخطط السير الذي امتد لست ساعات فاصل خمسة. أنشأ الفنان الصيني آي وي وي تمثال ضخم يشبه قفصا داخليا على المدخل الجنوب الشرقي لحديقة سنترال بارك في نيويورك لجذب اهتمام الحاضرين إلى أزمة المهاجرين العالمية. وقال آي الذي يعيش في نيويورك من عام 1983 إلى عام 1993 إنه امتياز جعل نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعا في العالم. تمتعت الفيلة وأفراس النهر بطريقة جيدة عندما عالجهم المعنيون في حديقة الحيوانات في سينسيناتي أوهايو. وقد تم إطلاق برنامج هالزون الذي يعطي الزوار فرصة لقاء الحيوان المفضل لديهم في أجواء حماسية وحراسية مشددة. وقد رأى المسؤولون أن هذا البرنامج يساعد الإنسان على معالجة حياته النفسية بعيدا عن مصاعب الحياة الشخصية والاجتماعية. والآن نبقى مع الصفحة الرياضية مع داني حرب. نجحت الأرجنتين في حجز مقعد لها في كأس العالم 2018 بعد ثلاثية خارقة من ليونيل ميسي. فهدأ من روعة الأرجنتين بعدما ظن الجميع أن العملاق الأمريكي الجنوبي سيغيب عن الحفل العالمي في روسيا. والغريب في هذه الظاهرة أن الأرجنتين قبل ثلاث سنوات لعبت في نهائي كأس العالم وكانت قريبة هذه المرة من الخروج لو خلقت الإكوادور المفاجأة. وقد ودعت تشيلي حلم التأهل إلى المونديال بعد خسارتها أمام البرازيل بثلاثية، فصعد إلى كأس العالم من أمريكا الجنوبية البرازيل، الأوروغواي، الأرجنتين، كولومبيا، وستلعب البيرو مباراة فاصلة مع نيوزيلندا لتحديد من سيخوض النهائيات. قد تعرف جولة أبوظبي في الفورمولا 1 الشهر المقبل بطل العالم في الفورمولا 1. هذا ما أكدته لعبة إلكترونية في افتتاح الألعاب الإلكترونية التي جمعت 20 سائق إلكتروني. وقد فاز في المسابقة التي جرت في لندن وتحديدا حلبة جيفينيتي المشتركون 63,827 الذين خاضوا لعبات PS4 وإكس بوكس ثم تقنيات أخرى. ومن الواضح أن حلبة ياس مارينا في 26 تشرين الثاني ستتوج بطل العالم هذه السنة حسب النتائج المعروضة. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وميلانيا ترامب فريق فيتسبورغ بينغوينز في البيت الأبيض، وتم تهنئة اللاعبين بفوزهم في دوري الأناتشال بعد فوزهم في خامس كأس ستانلي. وقد تم تقليد الكابتن سيدني كروسبي كأس كون سمايث التي تعطى لأفضل لاعب قيمة في مباريات البلاي أوفز. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.